بعد نجاحه في إبرام صفقات مع الأحزاب الفائزة في المحليات على حساب غريمه السياسي الأيرلندي الذي لا يزال يقاوم، الأفلان يستحوذ على رئاسة أكثر من 30 مجلساً ولائياً، حسم فيها تقريباً منصب رئاسة خاصة بالولاية الجنوبية، حيث شرع منذ نحو 3 أيام في تنصيب الولاية التي كسب فيها الرهان، كما هو الحال مع ولاية المسيلة أم لبواقي وميلة. حسب ما أصرت به مصادرنا، فإن حركة مجتمع السلم التي تركت للأمناء الولائيين الحرية في إبرام التحالفات هي من رجحت كفة الأفلان في رئاسة المجالس الولائية فيما يناهز 20 ولاية، بعد أن تحالفت مع ولد عباس ضد ويحيى باستثناء ولايتي شلف وبسكرة اللتين تحالفتا فيهما مع التجمع الوطني الديمقراطي. حركة مجتمع السلم تؤكد أن حزبها ليس جمعية خيرية، وإنما هيئة سياسية تخضع التحالفات فيها لمنطق المصلحة. التحالفات في العموم تكون عبارة عن مفاوضات بين الأحزاب مع بعضها البعض لتبادل المصالح في نهاية الأمر للوصول إلى تسيير المجلس والتوافق على تسيير المجلس. وبالتالي احنا بالنسبة لنا دائما وعادتنا دائما في التفاوضات حول هذه المناصب وهذه هذه في المجالس الشعبية الولائية بالدرجة الأولى هو تخضع دائما إلى أن هناك بالنسبة لنا ما يقدمه لنا وما نقدم لهم. وبالتالي في العموم احنا اذا كان هناك الفرض المرشح لنا على مستوى المرشح والذي يطلب منا ان ندعمه يكون في المستوى وذو اخلاق ومؤتمن فيمكن ندعمه، من غير هذا فاما اننا نؤيد حزب فلان او حزب فلان بالمجتمع جمعية خيرية هذا بالنسبه لنا غير موجود. هذا باستثناء ولايتي بجاية وتيزي وزو اللتين عادت فيهما رئاسة المجلسين الشعبيين الولائيين لجبهة القوى الاشتراكية، وستة ولايات تم تنصيب رؤسائها. حرب استقطاب كبيرة بين الغريمين السياسيين الأفلان والأرندي قبل نحو أسبوع واحد فقط من نهاية الأجل القانونية لتنصيب المجالس البلدية والولائية.